ايه السخافه دي؟ انا مش فاهمه. فلنفرض حتى ان هو غلط، الراجل جاي وبيعتذر. بقول لك ايه، ما تعمليش كده تاني. اعمل ايه؟ الله، مش اتفقتي معاه ورميتيه في سكتي؟ وافرضي مش احسن من اللي انت متعلقه في حباله الدايبه ده؟ بيحبني. ما بيحبكيش، بيلعب بيكي وبيتسلى بيكي، بيستغلك طول ما مراته مسافره وبعد كده يرميكي. ما رمانيش. تقدري تقولي لي مراته دلوقتي راجعه بقالها 10 ايام، اتصل بيكي كم مره، شفتيه كم مره؟ بقول لك ايه، نزليني هنا. نعم، نزليني. تزعلتي؟ اه. باي. هنا. ايوه انا جايه اهو، جايه. وحشتني وحشتني قوي. طب الجاي بالله. تعالى، عايزه اقول لك حاجه تانيه جدها لك. خش. وحشتني قوي. يلا خش. حلوة. ايه ده؟ دي بيجامه. يلا بس اقرا، إيه متهيألي انها مقاسه. استني بس يا رضا، لحظه واحده، البيجامه دي عم بيها ايه؟ هتنام بيها. نام بيها في ايه؟ في بيتك. يعني هروح بيها؟ هنا بيتك وهناك بيتك. بس اللون ده انا ما بحبوش. طب بتحب لون ايه؟ الازرق. الازرق والغامق. زي ده. بص بقى، اقلع وقيس بقى عشان خاطر. لا لا، احنا الاثنين ناضجين ولازم نكون مسؤولين. طبعا مظبوط. مهما كانت قسوة الحقيقة لازم نواجهها. تمام. الحقيقة إن أنا متجوز ومخلف. والحقيقة إن أنا بحبك ولازم نوفق بين الحقيقتين. بس أنا بحب مراتي يا حبيبي. أنا بحب مراتي، أنا بحب مراتي. يا أخي حب مراتك زي ما أنت عايز. بس على الأقل سيبني أحبك أنت. ندى، أنا ببقى محتاج وقت لبيتي وشغلي. أنا كنت فاكراك بتبقى مبسوط وأنت معايا. أنا فعلا ببقى مبسوط وأنا معاكي، وأنت فعلا ست هايلة. بس ايه رايك بقى نبقى اصدقاء احسن؟ موافقة.